تاني محطاتنا لليوم اللي نحكي فيها عن موضوع كتير مهم، وأكيد دائما هذا الموضوع في جدل عليه ببعض المجتمعات، رغم أنه صار من المسلمات بحياتنا، عمل المرأة بين الإيجابيات والسلبيات. رشا، اليوم يمكن رغم أنه المرأة وصلت للمساواة بينها وبين الرجل بكتير وأخذت يمكن أكثر منه خلينا نقول، لكن لسه في بعض المجتمعات بيرفضوا عمل المرأة، في قيود، يمكن بيقولوا لك أنه من الناحية المادية ما بيصير تشتغل، أنه هي بس للبيت والأولاد، لسه في هذا الفكر موجود. هذا الفكر موجود يا ليلى، لأنه نحن عم نحكي عن ثقافة مجتمع شرقي، خلينا نقول، ما بدنا نقول معظمنا، الناس كلها ربت عليه بالمجتمعات الشرقية. بالتطور وبالحداثة بلشت هاي الانفتاحات، وبلشت المرأة اليوم تحجز إلى مقعدها الخاص، إن كان على المستوى العمل، كان على مستوى الشخصي، صرنا نشوفها تمثل بمجلس الشعب، صرنا نشوفها بالوزارات، وهذا شيء خطوة جدا إيجابية، وقد ايه بيكون له تأثير إيجابي على شخصيتها. وبخلال السنوات الماضية اللي مرقت فيها سوريا، خاصة أثناء الحرب على سوريا، كانت الأمرأة السورية هي مقاتلة على جميع الجبهات، كانت الأم، كانت الموظفة، كانت المعيل، كانت الأب والأخ، بغياب الأزواج أو الأخوات. اليوم ورغم كل هذا العمل، بقي مثل ما قلتي يا ليلى بعض الملاحظات وبعض القيود على هي المرأة. ما بين السلبيات والإيجابيات وعمل المرأة، رح نروح بفقرتنا لليوم، وضيفتنا لليوم هي إيمان حميدي، وهي وكيلة أكاديمية في مجال التعليم والإبداع. ست إيمان، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، هلا يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. بداية خلينا نعرف مفهوم عمل المرأة. تمام. هلا عمل المرأة يعني انخراط المرأة في الأعمال التي تتناسب مع سلامتها الجسدية والنفسية. كمان في تعريف ثاني للمرأة، هو بذل جهد جسدي وعقلي في مجال العمل الذي تعمل به المرأة لتصل إلى نفع للمجتمع ولذاتها، تطوير ذاتها. طيب اليوم أهمية هذا العمل أو مفهوم هذا العمل له تأثير جدا إيجابي، إن كان على المجتمع نفسه اللي هو رافض أنه تشتغل طبعاً، إن كان على شخصيتها، على ثقتها بنفسها. قديش اليوم هذا العمل مهم وإله تأثير جدا جميل على المرأة؟ طبعا عمل المرأة له إيجابيات كثيرة. أولا رفع دخل الأسرة، فبالتالي مدارس أفضل للأطفال، رفع مستوى معيشة أحسن، رفع دخل مادي، بصير في معيشة أفضل للأسرة ككل يعني. بالإضافة إلى أنه مثل ما ذكرتي حضرتك، المرأة ممكن تكون المعيل الوحيد لأسرتها، فبالتالي إذا المرأة ما عم تكون عاملة، شو بده يصير بحال الأطفال، بحال أسرتها؟ يعني بالنهاية هي مفروض تكون مسؤول مثل الرجل، لأنه الحياة هي مشاركة بين الرجل والمرأة. طيب اليوم مثل ما في إيجابيات لهذا الشيء، يمكن في بعض السلبيات، ممكن يكون بينعكس هذا الشيء على صحة المرأة هي نفسها، يمكن صحتها الجسدية أو النفسية، وممكن يكون للأحسن حسب هي طبعاً، يمكن الضغوط اللي بتتعرض لها، حسب المجتمع اللي حولها. خلينا نحكي شوي عن السلبيات اللي ممكن تأثر على عمل المرأة. هلا بالنسبة للسلبيات للمرأة، هي المسؤولية المزدوجة. بالنهاية المرأة عم تحمل مسؤولية داخل أسرتها، واجبها داخل الأسرة، ومسؤوليتها خارج المنزل اللي هي بيكون بالمؤسسة اللي بتشتغل فيها أو مكان عملها، فبالتالي هذا بيزيد ضعف مجهود على المرأة لصحتها، فبالتالي بيعكس عليها ضغوطات نفسية وجسدية، ممكن في بعض الأحيان تعكس سلباً على الأطفال والزوج، بس هي في حال كان في عدم تفاهم أو عدم مشاركة، عدم تنظيم. تمام. أنا كتير بأكد على المشاركة بين الزوج والزوجة، وعدم رمي حمل المسؤولية كاملة على الزوجة، لأن الحياة هي مشتركة، والمسؤولية الأطفال ليست فقط مسؤولية الأم، هي أيضا مسؤولية الرجل. صحيح. فعندما تكون الحياة فيها مشاركة، فيها تفاهم، فيها حمل مسؤولية الزوج والزوجة تجاه الأطفال، تجاه المنزل، حتى الأعمال المنزلية، أنا ما بعتقد أنه رح يصير في إلى سلبيات. أكيد اليوم مثل ما قلتي، تنظيم وقت تشاركي هي جدا مهم، ولكن رغم كل يعني 2024 صرنا وعم نشهد تطورات ذكاء اصطناعي، عم نشهد ثورات بالتكنولوجيا، والتطور جدا مهم على جميع المستويات، ولكن في بعض المجتمعات بتلاقي لسه عمل المرأة خلينا نقول عيب طبعا أو مو بصير. صح.
شو هذا السبب؟ هل هو عدم ثقافة بالأصل؟ عدم ثقافة وعدم توعية. نحن كتير بنأكد على الندوات، على توعية الفكر، على منرجع منأكد إنه ما في لا دين من الأديان ولا أي حدا بيرفض عمل المرأة. أكبر دليل على ذلك في آية قرآنية تقول قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا أكبر دليل أن المرأة تساوي الرجل بكل شيء. رب العالمين ما فرق بين الرجل والمرأة لا بالعمل ولا بأي شيء، ضمن حدود وضمن عمل أخلاقي. طبعا تكون المرأة عمل أخلاقي، عمل تعليمي، عمل هادف، لأن المرأة بالنهاية لما تتزوج ويصير عندها أطفال حيكون هدفها الوحيد بالحياة هي رفع مستوى معيشة أطفالها، تأمين متطلباتهم. فهذا الشيء برأيي هو شيء هادف وشيء منيح وشيء تمام. والمرأة العاملة اللي توصل للعمل حتكون بداية متعلمة يعني صحيح. والعلم من سلاح، طبعا هو سلاح المرأة بيقوله. طبعا أكيد أكيد بيجي عاد أنه رفض المجتمع للمرأة العاملة هو عدم الوعي. وممكن في بعض الأحيان في أنا في مقولة كتير بحبها، عندما الإنسان الذي يملك قوته يملك قراره. ففي بعض الذكور وليس الرجال بيخافوا من أن المرأة يصير عندها قرار مصيري حاسم في حال شعورها بالإساءة، فهي قادرة أنه تأخذ قرار مصيري. أنا ذكرت الذكور وليس الرجال لأن الرجل لا يرضى بإهانة المرأة. صحيح. لكن أحياناً منشوف أزواج أنه اليوم الزوج ما بيحب يشوف، معظمهم أنه زوجته ناجحة أكثر منه أو متقدمة أكثر منه، شو هذا السبب؟ المجتمعنا الذكوري للأسف هذا ككل أنه هو بده يكون الكل بالكل بكل شيء، لكن هذا الفكر يعني بلش يخف هي النسبة كتير. يعني هي كتير يعني باعتقاد الشخصي ما في رجل يعني أنه بيخلي مرته تشتغل عمل إضافي أو خارج المنزل بدون إرادته. النهاية هي ممكن يكون مقتنع لحد معين طبعاً. لكن هو يعني مو القناعة الكاملة إنه هو بيحبها، ما بده يزعل. حتى أحياناً حالات من الأهل إنه أنت اليوم رح نخليك تشتغلي بعد إصرار وشافوها ناجحة، لكن هي عم تضل متهمة لما عم تطلع لحتى عم ترجع مراقبة. شو السبب هون؟ أنا مع الرجل إذا كان ما بده يزعل الزوج لأنه بيحبها ويخسرها إنه يخليها تشتغل لو ما كان مقتنع. يعني مع الوقت ومرور الوقت رح يتعود ورح يشوف انه هي قادرة انه تنجز وقادر انه يكون له بصمة بحياته. ممكن يعني اقلها انه يشوف حاله بزوجته. واذا انعكس هذا الشيء سلبا مشاكل؟ سلبا بده يكون من الاساس في مشاكل بين الزوج والزوجة او الزوجة. هلا ما بدنا نحط مشان ما يصير في عندنا عداوات للرجل، يعني تمام. تمام. الأخ اللي ممكن المرأة يعني تاخذ منحة عملة او استقلالها ماديا بمنحة سلبي، تصير بدها تفرض رأيها او شيء على الزوج يكون الرأي بحد ذاته خطأ. فما بصير. هي لما تكون عم تشتغل لازم تكون قد هي المسؤولية وتكون عم تعطي بكل شغف وبكل حب لأسرتها، ويكون هدفها الأساسي هو الأولاد، وبالتالي الأولاد شيء مشترك بين الأب والأم، فبالتالي ما رح يزعل إذا هي عم تسعى لحتى تطور أبنائها وتحسن لهم معيشتهم، وبالنهاية هي عم بتسانده. هلا اليوم صارت حاجة ضرورية، ولكن الحالة اللي ذكرتها ليلى هي خلل موجود ما إن كان بين الأزواج أو كان بين الأخوات طبعاً. هي عدم الثقة من البداية أو بجوز قاطعين بمراحل يعني عملت خلل بهي الثقة صح. طيب اليوم المرأة العاملة دائما يعني كنا نسمع القديمين دائما نقول الأمثال القديمة ما خلت شيء إلا حكيته بالواقع، إنه كانوا يقولوا العلم والوظيفة هي سلاح المرأة طبعاً. واليوم هذا الشيء عم نشوفه عم نجسده بالواقع. خلينا نروح للإيجابيات. اليوم امرأة لا تملك شيء غير هدول السلاحين، شو التأثير الإيجابي على شخصيتها وليس على المستوى المادي؟ عندما لا تملك عمل؟ نعم عندما تملك العلم والعمل طبعا كشخصية وليس كموضوع مادي. كشخصية أولا ثقة بنفسها حتكون حيكون عندها تجارب وبالحياة بحال اختلطت. هي المرأة لما تكون ربة منزل ما حيكون عندها اختلاط بجميع أصناف البشر. لما راحت تعمل المرأة واختلطت بكتير أصناف من البشر هي تنورت، هي ثقفت حالها، هي صار عندها ثقة بنفسها. هذا الشيء كمان بيعكس على أطفالها.
سوف تنقل تجاربها الشخصية العملية إلى أطفالها مشان تنورهم طريقة التعامل مع أطفالها بتتغير. مع أطفالها بتكون غير، ممكن تعطيهم تجارب شخصية الأطفال صح. يمشوا بمسار صح. هذا الشيء كمان بيرتبط بشخصية المرأة بالفطرة أو بالأصل، يعني هي كيف قبل دخولها بمجال سوق العمل أو العلم. يعني إحنا بنشوف مثلاً النساء بيحملوا شهادات كتير كبيرة وعندهم وظائف جداً، ولكن هن اجتماعياً فاشلين. هاي النقطة شو بيكون سببها؟ هلا أنا شخصياً ما بشوف المرأة أنه جديد دخلت بسوق العمل، أنا بشوف لما تطلعي من زمان المرأة كانت تساند الرجل صحيح. بالأعمال بالأراضي الزراعية، كانت الزوجة ملزمة تمام. حتى إذا بتسمعي ستي وستك كانوا يحكوا أنه أنا والله عمرت هذا البيت إيدي وإيد زوجي، حتى وصلت أنك تعمر معه بيت صح. فالمرأة ما أنا جديد بتشتغل، حتى على زمان الأنبياء النساء كانت تداوي الجرحى صح. يعني فهمني طبعاً كانت الأيادي الخفية، لأنه كتير تساعد المرأة المرأة مو لأنه أنا مرأة عم بحكي عن المرأة بشكل إيجابي، لأنه فعلاً المرأة هي فيها حس مرهف. حتى إذا بتنتبهي أي مرأة عاملة لوين بيروح اتجاهها؟ على الأعمال الخيرية، على المؤسسات اللي بتعطي خير، اللي كتير حتى توصيل المعلومة بالمرأة بيكون معلومة معقدة بتوصلها بطريقة سهلة لطيفة وبسيطة. يعني المرأة يعني رائعة، يعني عندها أنا بحس المرأة العاملة عندها فصل حواس وبتعطي كم هائل من الحنية للأطفال تماما. يعني أنا ما بشوف المرأة اللي 24 ساعة هي ربة منزل، مع احترامي الشديد إلى يعني أكيد يعني، بس هي منها 24 ساعة ربة منزل وعم تشتغل بالبيت، فبالتالي حيصير في شوية فراغ، وهذا الفراغ أنا ما بفضل أي إنسان كتير يعيش به بأوقات فراغ كتير. المرأة العاملة هي لشو بتسعى؟ إنه أهم شيء بتكون يعني مهندسة الوقت، أنا هيك بسميها، لأنه بتقسم أعمالها، بتستغل الوقت بكتير صح وبتنجز وبيكون إلى بصمة. حتى بتكون نظرتها للحياة غير لما بتخالط المجتمع بشكل أكبر. والنقطة اللي ذكرتيها كتير مهمة كمان، اليوم في أحد المجتمعات أو البيئات اليوم بغض النظر عن الموضوع المادي، نحن حكينا عن الموضوع المادي أنه ضرورة أنه اليوم تساعد لزوجها لأهلها لأخوها لأمها لأبوها لأولادها، لكن في بعض المجتمعات من أب أو من الأم أو من الأخ أو من الزوج أنه نحن ما لنا بحاجة هذا الشغل تبعك، أنه أنت مثلا موفرين لك كل شيء بدك، بس هي عندها أصرار أنها تشتغل شخصيتها كيانة. هذا الشيء قديش كتير مهم بالنسبة لها، لأنه هي يمكن تتعرض لظروف معينة صح. هذا الشيء ما يضل هذا السند الموجود لها، لأنه هي فعلا تخالط المجتمع وتشتغل لو كانت الظروف المادية منيحة. طبعا أكيد، لأنه الإنسان على طول عنده شغف بأنه يعمل شيء بالحياة. يعني في مقولة بتقلك أنه إن لم تزد شيء على الحياة فأنت زائد عليها، يعني أي إنسان مفروض يعمل شيء بحياته هو يشعر بقيمة ذاته، سواء رجل أو امرأة. فأنت بغض النظر أنه إذا أنت متوفر لك كل شيء، ممكن يجيك ظرف من الظروف أكبر، دليل الحروب اللي بتجي صحيح. فجأة يعني المرأة السورية أكثر حدا ناضل بهذا الموضوع، مثل ما ذكرتي ببداية الحلقة أنه كثير في نساء عاشت بدون أزواجها، الزوج العسكري، الزوج اللي استشهد، فهي صحيح. حملت مسؤولية كثير كبيرة صحيح. اللي هي مسؤولية أطفالها. فأنت كامرأة إذا ما عندك عمل وما أنك متمكنة منه، حتى لو كان متوفر لك كل شيء، لما صار عندك هذا الظرف ما حتكوني امرأة ناجحة وتحملي مسؤولية أطفالك بشكل جيد. تمام. ست إيمان، حضرتك ومن ضمن مجال عملك بالأكاديمية، ذكرنا موضوع الورشات التدريب، ذكرنا موضوع التثقيف وخلينا نقول أنشطة الوعي للناس اليوم من خلال المجال. خلينا نحكي على هاي النقطة عن شعاراتكم، مين الفئة المستهدفة ضمن هاي الورشات؟ نحن مستهدفين كل شرائح المجتمع، من جامعيين، من أمهات، من معلمين. بنعمل دورات تدريبية من أهل فرص عمل لأي شخص حابب يطور من ذاته. عندنا حملات توعية للمرأة، عندنا أعمال خيرية، بنعطي دورات مجانية لأبناء الشهداء. هي كلها نحن عم نسعى لها لحتى نطور من المجتمع ككل، ومن المرأة بشكل خاص، من كيانة تعمم وثقافة العمل. وعم تشتغلوا على موضوع المشاريع الصغيرة للمرأة؟ طبعاً، نحن بنبلش بالمشاريع الصغيرة. اليوم في نسبة اليوم يعني حققت نجاح بهذا طبعاً. طبعاً.
تابعتوها؟ أنا إيه طبعاً، حتى عنا نحن في متدربات، أنا بهيك يعني كتير كتير بهيك بحس إنه في ميول لإلهم. بتجيني متدربة بتقلي إنه أنا للأسف أخذت التاسع وتزوجت وأنا مؤهلة إني صير حدا نافع بالمجتمع. طبعا انت مؤهله وطبعا ما فاتك القطار، وطالما فينا نفس عم يطلع وينزل نحن بنضلنا نتعلم. ما توقفي وما تملي، لانه انت حيكون عندك مشروعك الخاص ورح تقدري تكوني مستقله ماديا ويكون لك اثر. شو اهم المشاريع اللي قدمتوا لهم اياها؟ نحن عملنا دورات بمجال حساب الذهني، تدريب تاهيل مدرب مستوى اول جمع وطرح، مدرب مستوى ثاني ضرب وقسمه، رياضيات الفيدا، الالعاب الذكاء الروبيك بكل انواعه. فصار عند صارت يصير في فرصه عمل لانها تفتح مشروع صغير. كوتش. طبعا صارت كوتش على التدريب، حتى اختلاطها بالاطفال صارت تعرف انماط الاطفال، صارت تعرف كيف تتعامل، فهي اخذت ثقافه بغض النظر عن الحساب الذهني او الشيء اللي عم تعطيه اللي بدها توصله اياه الفائده للطفل. هي فادت حالها تعرف على انماط الاطفال، فهي لما اذا كانت جامعيه بعدين تزوجت وجابت اطفال حيكون عندها شيء كثير سهل انه تتعامل مع ابنها، حتعرف في اي صنف ابنها باي يكون مارق هذا النموذج عليها. أكيد. قبل اكيد طبعا. طيب اليوم نحن ايمت فينا نقول بهي الحاله انه المراه او هي بتحس حالها انه انا ما فيني اشتغل او ما عندي قدره اني وازن بين البيت وبين العمل؟ هلا ممكن عندك نساء غير طموحات مثل ما في رجال غير ابدا ما بيكون عندهم طموح. ايوه تماما، ومحبطين. كمان في عندك نساء، ممكن بعض النساء يكون متوفر لهم مثل ما ذكرنا كل شيء، هدول ما بيكونوا فاشلين، هدول بيكونوا محبطين. فهدول بالذات اللي لازم نبتعد عنهم للمرأة العاملة. يعني لما تجي وحدة تقول لك انه انا ماني مضطرة اروح اشتغل وماني مضطرة انا هين حالي انا على راحتي، طيب اوكي بحترم كثير رأيك، بس انه هذا بمجال حياتك انت، انا هذا الشيء ما به، انا بدي بصمه اعمل بالمجتمع. ما تردوا على المحبطين ولا على الناس السلبيين اللي بيفهمونا انه الانسان له حدود. لا، الانسان ما له حدود لا بالعمل. صحيح. والانسان قادر على انه ينجز وعلى انه يتميز باكثر من مجال. طيب اليوم كونه بالاكاديميه انا عم حاول ركز على مجال عملكم كرمال هيك نستفيد اكثر من خبراتكم. اليوم الدعم النفسي قد ايه جانب مهم للمراه؟ اليوم عندنا نماذج كثير بالمراه، عندنا التعنيف ان كان الجسدي اللفظي، عندنا خلينا نقول منع المراه من العمل، منع من التعليم، منع احيانا من الزواج في بعض العائلات يعني لسبب ما. قد ايه اليوم الدعم النفسي واللجوء لشخص مختص ممكن يساعدها انها ترجع تعيش وترجع طبعاً تنجز؟ اكيد الدعم النفسي هو الحافز الاول للمراه بانه تخوض وتفوت بمجال وما ترد على اي احباط، على اي سلبيات. الدعم النفسي بيعرفها انه انت شو، انه انت لوين اتجاهك. جربي واحد واثنين وثلاثه وما تردي على انه انا عملت هذا الاتجاه، ما بصير اعمل هذا الاتجاه، ممكن انت تبعدي بالاثنين عادي، عرفتي؟ فهي بدها تضل تدور على المكان اللي بتلاقي حالها فيه. فانت تلقائيا لما يكون عملك اخلاقي، عملك هادف، عملك اتجاه العلم، هو حيكون له مكانه مرموقه، فبالتالي المحيط والمجتمع حيبلش يقتنع شوي شوي انه هي فعلا انه حدا انجز، حدا وصل، حدا قدر يعطي معلومه مفيده فادت. كان في اراده بس خلينا نقول مشوشه نفسيا، عندكم كادر نفسي؟ لا، نحن بنشتغل على حالنا. شو اهم هيك المشكلات اللي مرقت عليك من خلال مشاكل المراه يعني؟ اول شيء جوزي تمام ممنوع اشتغل. فهي بتبلش معه بانه انا ممكن اعطي طلاب ضمن محيط معين، لانه انت بتعرفي يعني بلكي طلعت لبرا انه صار كوارث ما بعرف شو مفهوم شو الموضوع تماما. فبتبلش هي انه معلش بلشي انت اثبتي لزوجك انه انت ممكن تعلمي اطفال وشوف نتيجه منهم، فهو حيحب. ممكن تبلشي شوي شوي باقناع الرجل بانه انت فيكي تشتغلي وفيكي تطلعي وفيكي يصير عندك ثقه بنفسك وانك تواجهي. بيقتنعوا في منهم طبعا بيقتنع. طبعا حتى رايي كشخص انا، المراه المخالطه والعامله هي قادره اكثر على انه تكون صارمه بقراراتها وتقدر تقول لا لاي شيء ما بيعجبها، احسن ما انه تكون امراه ضعيفه
وخاضعة وتقول ايه بالوقت لازم تقول طبعًا. فيه لا طبعًا. ونحن اليوم المعلومات جدا مهمة، استفدنا من وجودك معنا، وان شاء الله هيك بنشوف اليوم جميع المجتمعات انفتاح على عمل المرأة ان كان او التعليم، والابتعاد عن موضوع زواج القاصر لانه هو مشكلة بحد ذاته بحياة المرأة. شكرا لحضورك اليوم، نتمنى لكم النجاح والتوفيق بعملكم. شكرا كثير لكم، شكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها، اكيد بنتمنى لك التوفيق. الله يسلمك.